بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه إلى محمد وآله الطاهرين، ولعنته على قاتلهم إلى يوم الدين. قلنا فيما سبق في المحاضرة السابقة أن العقل يحكم مضافا إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتواتر الشعري في حقانية أمير المؤمنين وولايته لرسول الله بعده، وهذه قضية يوم الغدير وهذا العيد الأكبر، مضافا إلى ما دلنا على ذلك من القرآن والسنة، العقل يحكم حكما قطعيا بديهيا بأن الأحق والأولى والأحرى بخلافة الرسول هو علي بن أبي طالب لا غير. اعترف بهذا الشيء حتى كبار علماء أهل السنة، من جملة ذلك كان ابن دأب، بين الخصال السبعين التي فضل بها علي عليه السلام على الناس، ولم تجتمع في أحد إلا في علي، وكان هو الأولى بالخلاف. وهناك اعتراف آخر من ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة، وهم من أعلام أهل السنة، يقول في كتابه في النهج في مقدمة كتاب شارح نهج البلاغة، يبين فضائل علي وأحقيته بالخلافة. يقول ابن أبي الحديد: ما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، ولعنوه، هذا ما ظلموا به علي عليه السلام، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم، لكن مع ذلك كانت فضائله كالمسك، كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته العيون الكثيرة. هذا ما يعترف به ابن الحديد. ثم يقول: وما أقول في رجل تعزى عليه كل فضيلة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلي حلبتها، كل من بزغ، هذا كلام ابن أبي الحديد، كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اكتفى وعلى مثاله اهتدى. هذا ما يبينه في الفضائل، كان أبو الفضائل، فكيف لا يكون هو الأحد؟ ثم بيّن قال: وقد روت العامة والخاصة قضاؤه عليه السلام، أن رسول الله قال: أقضاكم علي، والقضاء هو الفقه، أفقه الناس علي، أقضاكم علي. ومن العلوم علم تفسير القرآن، عنه أخذ، كل من فسر القرآن خدعان ومنه فرع. حتى ابن عباس سألوه: أين علمك من علم ابن عمك علي؟ قال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. هذا ما اعترف به ابن عباس، عبد الله ابن عباس حبر الأمة. وروي عن أنه كان يسقي بيده النخل حتى مجرت يده ويتصدق بالأجرة، وهذا من خيره صلوات الله عليه. وأما الحلم والصف فكان أحلم الناس عمدا وأصفحهم عن مسيء. وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجمل، جاءوا لحربه، جاءوا يحاربون عليا وعفى عنهم علي صلوات الله عليه. يقول ابن أبي الحديد: كان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، لكن أخذه أسيرا فصفح عنه. لما أخذ عبد الله بن الزبير أسيرا صفح عنه، عفى عنه علي بن أبي طالب. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان عدوا له، ولم يقل له شيئا. ثم يقول ابن أبي الحديد: وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره، جيش الجيوش في حرب علي، ولما ظفر بها أكرمها وبعث معها إلى المدينة 20 امرأة من نساء عبد القيس. هذا ما كان من علي عليه السلام في فضيلته وكرمه ولطفه وإحسانه. وأما الجهاد، يقول ابن أبي الحديد: وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أنه سيد المجاهدين، وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له؟ أكو هناك مجاهد غير علي بن أبي طالب؟ وأما الفصاح فهو عليه السلام إمام الفصحاء،
وسيد البلغاء. وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومنه تعلم الناس الخطاب والكتابة؟ منه تعلمه؟ وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحية والتبسم فهو المضروب به المثل في حسن الأخلاق. قال سعسعة بن سوحان العبدي وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا أمير المؤمنين، كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد ونهاية مهابة، كنا نهابه مهابة الأسير المربوط بالسياف الواقف على رأسه. كانت له هيبة إلهية. مع سماحته وسجاحة أخلاقه كانت له الهيبة الإلهية صلوات الله عليه. هذه الصفة كانت لعلي دون غيره. وأما الزهد في الدنيا فهو سيد الزهاد وبدأ الأبدان وإليه تشد الرحال في الزهد. وأما العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوما. ومنه تعلم الناس صلاة الليل. صلاة الليل ممن تعلمه إلا من علي عليه السلام. وأما قراءته وحتى عبادته، المنقول أنه لم يترك صلاة الليل هذه العبادة حتى في ليلة الهرير. قام وسط الجماعة يصلي والسهام تترى بين يديه وبين صراخيه. وأما قراءة القرآن واشتغاله فهو المنظور لي في هذا الباب. النظر إلى علي، اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله ولم يكن غيره يحفظه. فهل الأحق هو علي؟ هل غير علي عدل القرآن؟ هل أحد يفسر القرآن غير علي عليه السلام؟ ثم يقول ابن أبي الحديث في هذا الكلام: وما أقول في آخر كلامه، وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى وآمن بالله وعبده وكل من في الأرض يعبد الحجر آنذاك. في أول البعث فيما قبل البعثة كان الكل يعبدون الحجر وعلي يعبد الله تعالى. وكان كل من في الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق، لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. فتلاحظ أن هذه الصفات لم تكن إلا في علي عليه السلام. فكيف يحق لأحد أن يكون خليفة لرسول غيره صلوات الله عليه؟ وهل يكون أحد جامعا لهذه الصفات غير علي عليه السلام؟ لذلك فالأحق بحكم العاقل، الأحق بحكم العاقل هو علي عليه السلام. ومن خصيصة الجانب العلمي، من كان أعلم الناس في جميع العلوم، في جميع الصناعات، في جميع الفنون، في جميع الحرف؟ من كان هو الأعلم والأقدم والأولى بذلك غير علي بن أبي طالب؟ لذلك إذا كان هو الأشرف والأعلم في العلوم لن يحق لأحد غيره أن يكون خليفة للرسول. كان الحق أنه كان إماما على غيره ولم يكن أحد إماما عليه، هذا ما يقبحه العقل. لو لم نرجح عليا على سائر الناس لكان ترجيحا بلا مرجح. لو رجحنا احدا على علي، يعني قلنا ان بعض الامه مقدم حتى الاصحاب، لو قلنا ان بعض اصحاب الرسول مقدم على علي عليه السلام، كان هذا ترجيحا بلا مرجح، كان هذا قبيحا، ترجيحا للمرجوح. الارجح والراجح والمقدم هو علي بن ابي طالب عليه السلام، لانه كان هو الاعلم والجامع. تلاحظ أقواله الكريمة التي بيّنها وذكرها في الحديث الشريف، يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا أبصر فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض أو أبصر بطرق الأرض. إذا كان شخصية علي بهذه المثابة أنه هو الأعلم حتى بطرق السماء أعلم بطرق الأرض، إذا كان هذه المثابة، فما الذي يحق لأحد غيره أن يكون خليفة للرسول؟ أو كلامه الآخر يقول صلوات الله عليه: اسألوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيد، يقسم بالله لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين السائل إلى يوم القيامة، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين السائل إلا أنبأتكم بذلك. إذا كانت بهذه المثابة
فكيف يحق له أن يتقدم عليه؟ وكلامه الآخر يقول: لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت له. يعني يخرج يخبر عن جميع أحوال الشخص، يخبر عما يضمنه الشخص، عما يكون في مستقبل حياته. فإذا كانت هذه المثابة اندمجت في خطبته الشريفة، يقول صلوات الله عليه: اندمجت على مكنون علم لو بحت به لو أظهرته، لو أظهرت علومي لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوية البعيدة. يعني اضطراب الحبال، الحبال إذا ألقيت في البئر مع الدلاء كيف ترتعش؟ كيف ترتعد؟ يقول أمير الأجسام: لو أخبرتكم بهذه العلوم كشفت لكم عما في صدري من العلوم لاضطربتم اضطراب الأرشية، يعني الحبال، في الطوي البعيد، يعني في الآبار العميق. لا يسأل عن شيء لا يعرفه، ويعرف جميع الأشياء، ويعلم جميع الأشياء، عرف جميع العلوم وجميع الصناعات وجميع الحرف، فكيف لا يكون هو الأولى؟ فكيف لا يكون هو الأحرى والأحق؟ الحق أن العقل يحكم حكما قطعيا بأن الأولى والأحرى بخلافة الرسول هو علي بن أبي طالب، هو الأولى بعده، هو الأحق من بعده، هو الإمام من بعده. وسنبين الشواهد على هذه من علومه الشريفة في محاضرات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.